بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، سنة أول ثانوي، أقدم لكم تمارين فيما يخص المعادلات مع القيم المطلقة. انتبهوا. حل المعادلات الآتية: القيمة المطلقة لإكس تساوي 4، القيمة المطلقة لإكس ناقص 3 يساوي 2، القيمة المطلقة لإكس زائد 2 يساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص 5، والقيمة المطلقة لإكس ناقص 2 يساوي 0. إذن نبداو في الحل. إكس القيمة المطلقة تساوي 4، معناه لهنا هذه تعبر عن مسافة ما بين إكس وصفر. نقدر نكتب كالتالي: إكس ناقص صفر يساوي 4. نعتبر أم نعتبر أم فاصلته حيث أم حيث فاصلته إكس أي وأم يساوي إكس. نعتبر أ حيث فاصلتها هي صفر أي وأ يساوي صفر. نرسم المستقيم العددي. مزود بمعلم او اي او اي هي وحدة قياس. اذا ا موجودة لهنا، ولكن ام هي اكس تكون ما بينتها ما بين ا والام يكون 4. اذن وحدة 2 3 4 هذه هي ام، وانطلاقا من ا هذه هي 4 كذلك، 4 في اليسار هذه هي ام. إذن واش لاحظوا؟ هذه هي إكس ولا هنا إكس. إذن حل المعادلة، الحل هو كالتالي: إكس يساوي 4 و x يساوي ناقص 4، لأن هذا ناقص، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، لأن 1 2 3 4. إذن هذا هو الحل. التمرين الثاني: إكس
ناقص 3 القيمة المطلقة هي 2، أي المسافة ما بين إكس و 3 هي 2. إذن في هذه الحالة عندنا أو إم هو إكس و أو أ هي 3. نرسم المستقيم العددي صفر، عندك أو أ 3 معناه 1 2 3، هذه أو أ. اللي يهمني أنا هو المسافة ما بين إكس و أ هي 2، نشوفو 2 معناه هذه هي 2. إذا أم أي لهنا و أم راهي لهنا، واش نلاحظو؟ يسمى أم لازم تكون 2، معناه أم مسافة أم هي 2. إذن الحل وشنو هي؟ الحل هي لنا 0، عندك 4 5، أي الحل هي هي هنا 1 5. هذه هي الحل. التمرين التالي إكس زائد 2 قيمة مطلقة يساوي إكس ناقص 5. واش نلاحظو لهنا؟ معناه عبارة بعبارة أخرى، معناه المسافة ما بين إكس وناقص 2 ولهنا إكس 5. إذن نعتبر أو أ هي ناقص 2 وأو بي هي 5 وأم معناه أم هنا أم يسمى بي أم. نستعمل المستقيم العددي هذا أو مبدأ المعلم، أو أ هو ناقص 2 و ب هو 5. هذا 4 5، هذه ب. مطلوب مني هو
ام يساوي بان، معناه راني في الحالة 1 2 3 4 5 6 7. اذا رانا هنا هذا هو ام. اذا معناه 1 الحل مثل هاي لهنا، الحل هو 3 على 2. التمرين التالي إكس ناقص 2 يساوي 0، معناه أن المسافة ما بين إكس و 2 هي 0، يعني أو أ أو أم هي إكس و أ هي 2. نرسم المستقيم و أ 2، وحدة 2 هذه أ. مطلوب مني هو أ أم و 0، معناه أم هو لهنا. إذن الحل هي 2. هذا هو الحل. انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله.